هنا في مملكه البحرين. ارحب فيك سعاده الوزير الدكتور فيصل الحمر في هذا اللقاء. الله يخليك، مرحبا بك محمد. الله يحييك بالخير. الله يمسيك بالنور. يعني السؤال الاول اللي يتبادر الى ذهن كل مواطن الان، ما هو الوضع العام في مستشفى السلمانيه الطبي؟ الوضع الان حاليا وضع مستقر، ويعني شهدنا اعداد اقل من المحتاجين الى رعايه صحيه في مجمع السلمانيه، لكن بعد التدقيق على نوعيه واعداد الاصابات الموجوده عندنا لهذا اليوم، فاتضح لنا على انها اولا لا وجود لوفيات لحد الان. اكرر، لا وجود لوفيات لحد الان، والحمد لله رب العالمين. هذا الكلام مثل ما قلت لك. نعم. لكن أضف إلى ذلك أن في عندنا حوالي 7 إصابات يتم الآن التعامل معها بطريقة طبية صحيحة لرعايتهم، ويعني ندعو الله أن يتماثلوا إلى الشفاء قريبا، وكل واحد يذهب إلى بيته. بالإضافة إلى ذلك في عندنا بعد أعداد معظم الإصابات الموجودة فيها تعتبر طفيفة، وتم التعامل معها بطريقة مهنية راقية، ومعظمهم راح إلى يعني ذهبوا إلى منازلهم. فهذا هو الوضع بالنسبة إلى عموما المركز الصحي الآن، مركز السلماني الطبي الآن، بالرغم أن في يعني بعض المواطنين موجودين في الساحة الخارجية، لكن هذا أهالي للمواطنين الموجودين أو يأخذون العلاج من السلماني الطبي، لكن الحمد لله رب العالمين الأمر مستتب، وأن الوضع هادئ بالمقارنه باللي صار من قبل شوي. اذا يعني نطمئن الناس من خلال هذا البث الان الحي المباشر. نعم. انه كما تتوفر لك المعلومات وهي مؤكده طبعا. نعم. انه لا توجد اي حاله وفاه هذا اليوم. انا كررت مرتين. اي لا، الحمد لله الحمد لله، يعني لا نريد مزيد من الدماء على ارض المملكه. نعم. الغاليه. نعم. هناك الكثير سعاده الوزير من الشائعات اللي قاعده تطلع ونسمعها. نعم. تصلنا بالمسجات عبر الانترنت، تقال ربما حتى عبر بعض المحطات الفضائيات، كيف تتعاملون مع هذه الشائعات وهي كثيرة؟ أخي محمد، يعني أنت تفضلت وقلت لي في البداية أنها شائعات، فهي تبقى شائعات. شائعات كثيرة على الفضائيات مثل ما تفضلت، وعلى بعض المواقع كثير الشائعات، لكن هذه في الحقيقة ليس لها أساس. هذه المقصود بها الإضرار بهذا الوطن العزيز، وإثارة البلبلة، ويعني التناحر في هذا الوطن، وهذا الكلام غير مقبول أبدا. وإحنا شعب راقي، شعب متمدن، شعب له حضارة راقية أكثر من 4000 سنة. التعليم ما شاء الله أخذ له يعني من قرن تقريبا الآن. فيا أخي، إذا كان هذا الكلام مثل ما أنا أقول الآن، أن هذا شعب راقي ومتعلم ذو حضارة راقية، فيجب أن نتعامل على هذا الأساس. نتعامل على هذا، على أساس هذا الرقي، ويجب أن نثبت للعالم أن نحن ناس متحضرين أصحاب حضارة راقية، وأن هذه الإشاعات لا تؤثر فينا. هذه الإشاعات يجب أن لا نتعامل. لكن يعني في وسط هذا الظرف مثلا اللي نعيشه حاليا. نعم. يعني من السهولة الآن أن تمرر إشاعات، وأيضا من السهولة تصدق مثل هذه الإشاعات، وهي مثل ما تفضل تخلق حالة بلبلة، تخلق فوضى، تخلق أيضا توتر. صحيح. لدى الناس. نعم. يعني الناس تتمنى أيضا منكم كمسؤولين ومن كل المسؤولين اللي ممكن أن يتعرضون أو تتعرض الإدارات اللي تتبعهم أو الوزارات إلى مثل الأشياء، أن يبادروا بتبيان الحقيقة للمواطنين، ولا يجعلوا ما بين الإشاعة، خاصة إذا الإشاعة انتشرت بشكل واسع. صحيح. فكل ما طال الوقت من أجل تبيان الحقيقة من قبل الجهة المسؤولة، كل ما يعني ترسخت وأصبحت كأنها حقيقة وفرضت. نعم. نفسها. فالجميع يتمنى منكم أن يتم ضخ المعلومات لهم من قبلكم. نعم. بشكل مستمر وسريع. شكرا. هذه هي مسؤولية المسؤولين. احنا اليوم شفنا الإشاعات، وشفنا ما يعني ما يمكن تداوله، والذي يعني تداول عبر الأجهزة. لكن تشوف مثلا
بعض الإشاعات التي صدرت عن جهات محددة في الحقيقة مغرضة مثل ما تفضلت بأن تم وقف سيارات الإسعاف من التعامل مع المرضى، من التعامل مع المصابين وعدم إخلاءهم. هذه احنا ما سمعناها ولا في أي محل في العالم. والبحرين دولة حضارية فيها الأطباء، وأنا من خلال برنامجك أخ محمد أنا أشد على إيد كل الأطباء والممرضات والفنيين الموجودين في مركز سلمان الطبي وتحديدا في الحوادث والطوارئ. يا أخي هذين المجموعة قاموا بعمل بطولي لا يمكن تتصوره بالطريقة اللي أنت تشوف هذه، يعني 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 شيء 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 يعني شيء شيء مهم، شيء عجيب. كيفية التعامل مع المرضى اللي يجون في مركز سلمانية الطبي. بالرغم من ذلك نسمع على أن سيارات الإسعاف لم تخرج من السلمانية، وفي حد من عاق وصولها الى 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 يعني الى الى مناطق الاخلاء بحيث ان تجيب المرضى والمحتاجين الى الرعايه. هذا كلام غير صحيح ويجب عدم الاستماع له، لان هذا الكلام غير حضاري. لا سمك، البحرين دوله حضاريه، وعندنا بالمناسبه عندنا 25 سياره امبولانس، سياره اسعاف مجهزه تجهيز راقي. العاملين الصحيين الذين يشتغلون على هذه سيارات الاسعاف لعلمك كلهم اصحاب درجه البكالوريوس ومدربين تدريب راقي، فهم عارفين عملهم وعارفين اسلوبهم. بالاضافه لان في عندنا مركز للتعامل مع هذه الاحداث والوصول الى المناطق الذي يحتاجها المريض. فاحنا نتكلم في وزاره الصحه من مصدر قوه على ان احنا نراعي المريض ونراعي احتياجاته. ومثل ما تفضلت قبل شوي الله يسلمك في مداخلتك على ان القياده حفظ الله ورعاها ونصرها على انها مهتمه بالمواطن وصحته. ولا اخفيك شيء، ان السؤال من القياده مستمر دائما يساله عن المواطن وعن احتياجاته، وان وزاره الصحه مثلها مثل الوزارات الخدميه الاخرى، يجب ان تلبي احتياجات المواطن وباسرع وقت ممكن، وهذا ما نعمله من خلال الرؤيه اللي انت وخاصة فيه. ايضا لنؤكد وخاصة في هذا الظرف، وخاصة في هذا الظرف. نعم جميل، خاصة في هذا الظرف. بقيت نقطة سعادة الوزير تعلق بي، يمكن الفضائيات الآن تتسابق، ويمكن معك شخصيا حتى نعم. كثير من الفضائيات والإذاعات العربية والعالمية يعني يسألون ويستضيفون عدد من الكوادر الطبية البحرينية وخاصة من يعني الأطباء نعم. من أجل معرفة الوضع نعم. الطبي من حيث يعني عدد الإصابات اللي تصلهم نعم. ماذا تقولون في هذا الشأن؟ شوف البحرين من خلال الدستور في سقف مرتفع جدا إلى الحرية والتعبير والديمقراطية، وكل واحد يستطيع أن يتكلم وهو يتحمل تبعات كلامه. واحد. نمرة اثنين، يجب على الشخص المتحدث أن يعي ما يقوله ويتأكد من أن المعلومات والبيانات التي تصدر عنها يكون حقيقية وواضحة وموثقة. غير ذلك هذا الكلام غير مقبول. إنما المبالغات التي نسمعها من خلال أجهزة التلفزيون هذا كلام غير واقعي. هذا الكلام القصد منه إساءة اولا لهذا الوطن، ثانيا إساءة للكادر الطبي نفسه الذي يعني يعمل بجد ليل نهار لإظهار الحقيقة. طيب يعني احنا في هذا الصدد يعني نقول لكل كادر طبي، وليس لكل كادر طبي، نقول لكل من يخرج على الفضائيات، انه عندما تنشر معلومة خطأ أو يتم تضخيم حدث معين أو يتم مجانبة الحقيقة، هذا يا أخوان له تأثير سيء جدا على الوضع في البحرين. يعني كلمة ممكن أن توتر وضع وتوتر صحيح. جو صحيح. والبحرين الآن في غير حاجة إلى توتير، وفي غير حاجة إلى شحن أو تحريض بعد أن بلغ الأمر
مداه. نعم. طيب دكتور، في شغله اخيره يعني في بالي، هي يعني نسمع الان احنا عن مناشدات، نعم، تي يمكن عبر حتى مسجات سارعوا الى التبرع بدم، نعم، الى مستشفى السلمانيه وتنشر فصائل دم معينه، نعم، الان المستشفى بحاجه لها، اذهبوا وتبرعوا حالا. نعم. وضع الدم لديكم؟ شوف، مركز الدم في البحرين او بنك الدم في البحرين هو بنك رئيسي، هو البنك الاساسي في البحرين كلها، ويوفر خدمته الى كل البحرين، كل المستشفيات، طبعا بما في ذلك مركز سلماني الطبي العزيزي. فهو في الحقيقه جهاز بالغ التعقيد، وعندنا امكانيه للاحتفاظ باكثر بحوالي 3000 يونت او 3000 اذا حبيت كيس من اكياس الدم، كل كيس تقريبا نصف لتر. احتياج البحرين في حدود 60 الى 70 ساعات، نقول 80 كيس في اليوم. عندنا في طول السنه عندنا جداول يكون فيها تبرع من خلال الاجهزه الموجوده، إذا كانت شركات وبنوك، وإذا كانت في مناسبات دينية كما حصل من كم شهر، في خلال شهر يعني شهر محرم والمناسبة اللي تتبعها قبلها وبعدها. فإحنا نجمع الدم في واقع الأمر، وشعب البحرين كريم، وأنا يعني من خلال برنامجك أنا يعني أودي أن أنا أشكر هالمواطن المتبرع، وأنا في تصوري هذا مثل ما تفضلت عمل إنساني راقي، أن أنت تتبرع بدمك لشخص لا تعرفه. فلن تجد في أي محل في العالم هذا الأسلوب الراقي من التعامل مع زملائه وأخوانه ومواطنيه. الآن نأتي إلى موضوع الدم. أعتقد يعني الذي حصل الآن على أن في احتياج للدم، في استهلاك للدم، إنما بنك الدم عامر وإن شاء الله يعني يستمر بهذه الطريقة، لكن إذا صار في احتياج، ودائما يصير احتياج طول العام، طول العام يصير في احتياج، خصوصا لأصحاب الاحتياج، خصوصا لأصحاب الدم اللي يسمونهم نيجاتيف، اللي مثلا O نيجاتيف، B نيجاتيف، و A نيجاتيف، و A B نيجاتيف. هذه الفصائل الدم اللي هي في واقع الأمر يحتاجها بعض المرضى لنقل الدم لهم بطريقة يعني صحيحة. لكن عموما أنا حاب أطمنك على أن الدم موجود ولا هناك في احتياجه، إنما إذا صار في احتياج المواطن لن يتأخر، عندنا 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 قوائم بالمواطنين يتم يعني متابعتهم ويتم دعوتهم للحضور والتبرع بالدم، وهذا امر طبيعي في البحرين وخارج البحرين اذا كانت في عندنا ظروف خاصه او في اليوم العادي، في الظروف العاديه طبعا. شكرا جزيلا لك سعاده الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحه على هذه الايضاحات وهذه المعلومات اللي احنا نشوفها بالفعل معلومات مهمه جدا من قبل المسؤولين ان يزودوا بها المواطنين حتى لا نترك مجال للأقاويل أو للمغالطات أو للشائعات كما تفضلت. شكرا جزيلا مرة أخرى دكتور. في نقطة أخيرة حابب. والله أنا بدي يعني أنا أتوجه للمواطنين الكرام أخي محمد بضرورة ضبط النفس لأجل سلامة الوطن والمواطنين. وانا يعني من 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 خلال برنامج انا ارجو ان يعني ادعو الله ان يحفظ هذا الوطن وقادتنا والمواطنين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحه على هذه الايضاحات، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، نحن معكم إن شاء الله في هذه